السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب عنابة، حيث أنه فيه يعني تطورات متسارعة في الأيام القليلة هذه، وعندنا الصور هذه تعود إلى البارحة عن أعمال تاع استكمال لابيس داتليتيزم اللي ما بقالهاش بزاف، وكذلك نلاحظ أنه الأرضية تاع الميدان العشب الهجين هذا ظهر أنه أفضل أرضية في كل الملاعب تاع الجزائر الجديدة هذه. الملعب تاع النابة يعني الأرضية الهاجنة هي الأفضل، تعطي يعني النتيجة راهي روعة. إن شاء الله تكتمل الأشغال في موعدها، والسلام عليكم.